مساء الخيرات، راح نسوي معاكم تشيز كاسات الفيمتو، حلا بارد ولذيذ، ان شاء الله بيعجبكم. راح نطحن بسكوت الدايجستيف، بس يكون خشب ما يكون طحن ناعم. بنوزع عليها شوي زبدة، الزبدة تعطي نكهة لذيذة وتخليه يحتفظ بالقرمشة. نحط البسكوت بالكاسات، نرصه، بنخلط أول شيء الجبن الكريمي. نضيف باقي المقادير، الكريمة، بودرة الخف، شوي فانيليا، ممكن تحطون سكر حسب ذوقكم، بعد ما تذوقون تشوفون الطعم. خلطة التشيز صارت كذا، ممكن إذا بغيتوا تخففون تزيدون شوي كريمة. الحين أعبي في الكيس، نخلط النشا والفيمتو والموية على البارد، وبعدين نولع عليه النار. رفعناه من على النار ونتركه يبرد بس 5 دقايق ونصبه في الكاسات.